أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنو كدحجرنا دروسين رمضان يد هذي أو إنوس عطي بشان بركيسان ورمضان أنك أو مركاسي غيبة مارتيا كالدوان كسو قادنيني وأنا تاني سو قارني درسي نيشان يتوبانات أيا نسو قارني درسيغان وحانو كسو قادن دونا قيام رمضان. قيام رمضان مركل اللي وحاوية تراويح دي أيانو مارتيا سو قادن اينا مركا قيام كأي تراويح دو وحاوية واسنة او نافلة ومركا سيها بيك لدوكدو رمضان كا بعد العشاء أيان لدوكده. مركا عدا صلاة التراويح حديث كي وحانو سوق هذا نيه رأو رسول كانو عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. دروسين وروحانو سوق هذا نيه رسول كان عليه الصلاة والسلام إنو أمدي سكبور هي بشهر رمضان إن أي أكعان عبادة أي أكعان عبادة خاصة وحوية صلاة أو صلاة التراويح أي اللي سكبور هي صلاة أن مركا واحد صلاة التراويح هو وهي صومرتي هيرر أي صومرتي وحاجر مركاسي علماء الإسلام إن مركاسي وحوية صلاة التراويح أي ودا رميسيهين أو أي مركاسي ودا أقوليهين، لكن وحاجرة خلاف حق مذاهبتا أو أياجرة، لكن سيدا مركاسي لو بدن يهي إيا سيدا مركاسي وحوية بعض العلماء أي قبان أنقو هاد الدونين سيدا هاد ما أنت مارتيا لغوكو لنسان يهي ومدو مركاسي اسكرها عضي اينو سوق هذا دونه وحي خلافه يريرو بعض الناس يرهدين ان هذا وحو وين انا كسوق هذا دونين محيلا صلاة التراويح سيدا هذا اي تهي او هذا مركاسي ومدو اسلام كيدود مسلمين تهو يدكتو ايا مركاسي مهيمة ان معنى هذا ايا احكام تهذا يا أدلة ذي إن مركزي وحوي اللقى هذا لو مرك مرك عنو لأن هاي درس جينا وحانو كسوق هذا إن قيام رمضان وحوي تراويح ذا أيام مرك أسال لقى وذا تراويح ذو مرك وحوي وحن قادن دونا مركزي دور درسي أيانو كوق قادن دونا ما دام وحوي أي هل درسي أي كبدن تايو هل كيني درسي أو كوكو بيا هاي قدر لواتن إيه شن دقيقة وكوكو بيهي، لكن وحوي الدرسي قال ومارة ياشن يتمرد لقب اللابو إلى مركاسي وحوي سدح درسي إلى أفر درسي أو حريرة وحين غندونان صلاة التراويح ومركاسي إسدبجوكته أيان مارة ياكو قادن دونا ماشا سنا وحبضن أيان نوغا عداد دونا هدي ألا يراهدو مركا وحانو سو قادنينا صلاة التراويح. مركا اوه رئيسة وحان سو قادنينا حديث او وريي صحابي جليل كاهول الى ابو هريرة رسول كان عليه الصلاة والسلام وكوريي ايانو سو قادنينا ابو هريرة وحا لقو وريي وحا ابو هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يراقب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة
فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر. حديث كامر كاسي حديث ومهات كوردن اي وريين واي ابو هريره وحا ويري رسولك عليه الصلاه والسلام وحو اهي يرغب في قيام رمضان ومدي سوهو كبو هجري بشهر رمضان اني اوكعان عباده اي اوكعان او قيام رمضان اي سميان هسيشه وحي هادو دهي من غير ان يامرهم فيه بعزيمه. رسولك عليه الصلاة والسلام أمر كاس مركة وأمر هاي سي عزيمة أو مركة سي أمر الوجوب أو واجب أي قطعي نبو عليه الصلاة والسلام أم أمرين وهاماشا كعد مركة سي قيام رمضان هدي إلى تراويح دي واجب أي سنة هين لكن أي تاي سنة مؤكدة أي تاي أي كمت هاي شعائر تواوين أو بشر رمضان كل حجر تنين أي تاي. مركة أبو هريرة وحود هاي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان. رسولك عليه الصلاة والسلام أمدي سوحو كبور هناي بشهر رمضان إنا يقومان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة سئرق السقون أفرينين معناها بعزم وقدع وي ومركة سفر الأي نغط بل يأمرهم أمر ندب. رسولك عليه الصلاة والسلام وهو أمر جري أمر ندب أمر أو صناء وترغيب يبورين تراويح ذو مركة وصناء مؤكدة صناء ولا يسكو أتكا يواي وأجر كيد وبدني هاي هدنا كيفية تنهاتا أي نؤد كان ينو مارتيا رسولك عليه الصلاة والسلام أيا أي كسوغ ناتي إن كسو حوية عددك هي مارتيا جماعة الود كنايو وقت سيدنا عمر بن الخطاب وسميي أسقوا رسولك عليه الصلاة والسلام حقي سيحكوك مركة وحوية سنة مؤكدة واي وحيقطعي للرجال والنساء رقي الضمر بقى رقي الضمر وحوية صلاة تراويح ولا قد ونايا. رسولك عليه الصلاة والسلام بورنتي سمحيها محوليه جي رسولك محوليه جي رسولك عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. غفكي مارت يا كعة وأقم بشهر رمضان رمين ورمين آيو إيا أجر ضرب حديث كذا نهران وصومرنا غفر له ما تقدم من ذنبه والرسول عليه الصلاة والسلام ذنبه جيسا وحي هر مري والله عفايا ذنبه جيسا وحي هر مري والله عفايا مركا waxa weeye dambigiisa kii hore loo dhaafa markii la yiraahdana hadiiskan hadiis lamida ayaanu soo marnayo saqaairta ayaa loola jeeda oo xuquuqda ilaahay ku tacluuqaysa sidaas ayaa jamhuurtu ay qabaan. hadiiskan waxa kale wari imaamu axmed oo wariba lafdiga imaamu axmed wuxuu ahay ma taqaddama min dambihi wa ma taakhara. marka hadda بعض العلماء وان صومرنا هذا كهر إلى يراهدين دم بيجانو ذنوب ترمان تهذا لولجي ده معايا الحديث حديث هو مطلق معايا الرسول عليه السلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهي ذنب أو سميي أو هراء أو سميي وقت مركز وجوه وهي كهر أو سميي أي الله دافايا رواية الإمام أحمد زيادة أولي هنا وما تأخر أي كجرة ووحي مركز وحوي صوص أدنى والله مت مركز علماء حتى كنت لفظ ذاهر كيس واجران ودهاية صغائر كلية ما هنا حتى كبائر توا كجرة محايا لوحيل وفضل الله واسع فضل إلهي واسع وي إلهي سبحانه وتعالى فضل يسوى واسع وسعة رحمتي كل شيء وأطول إلهي سبحانه وتعالى رحمة ديده شيء كسائي واسع وطاه مركة وفضل إلهي وواسع صغائري يا كبائر لوك لسوء مايو أيا علماء بعض الوضع يكتغين
لكن واحد بدن هدي له فيريو أو حديث كان كوا كلو وحاجر قيدا هل كان مطلقة هدي أنت أسمرك لا يسوس أروري علماء الجمهور ته وحير هذين وحال لقى ودا صغائرته أو حقوق ذا إلهي كنت علقة يسوي تاس أيال ولا جيدا مركا حديث كاس مركا وحوي سياس رسولكم مركا ونهاي وهو أبو هريرة فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك رسولك عليه السلام يا إلهي أوفصدي وإلهي روحي سقاضي أيضو أرنتو سداس أيكسو أنت ومعناه وحوي رمضان قيام كيسو ترغيب كاس وجوغو ومركاسي ضدكو مركاسي وإسكدو كان أيين صلاة هو ده إسكدو كان أي أيغو منفردين هو قفل بمركاسي ميلو إسكدو كان أيو oo ayagoo markaas tarqiib kaas qaadanaya asaan hadda waxa weeye salaadu aysan dadku ku koonsanayn ayaa leysaga duka jira sidaas ayadoo arintu markaas saas joogto ayaa ilaahay sidaas rasuulka kaleey salaallahu alayhi wasallam ku oofsaday waa u dhahay abu hurayra summa kana al amru ala dhalika fi khilafati abi bakr wa sadran min khilafati umara arintu waa soo socotay oo waxa weeye abu bakr siddiq وقت خلافة دي ساهيدي او لباسان ايه وحير اهادي سيدا سي ارنتو اهادي ايه وحا وي امير نمدي سيدنا عمر بن الخطاب خلافة دي سنه بلو قيدي مركي اوه الرئيسي ايضا ارنتو ساسي اهاد مركا وحا وي مركاسي زمن او خلافة سيد عمر حتى ارنتو ساسي اهادي لكن كبعدي سيدا نو اماد وانتا وهو امر سيد عمر جماعة إن مركز الود كذا سيادة نوع ما دونته حديث كمارة عبد الرحمن نوع ما دونته تاسو مركز واحد كو أغانيسا وقت رسولك عليه الصلاة والسلام أرنتو ميشا سي جوكتي هل كا مركز جوكتي واي صوصو أطوى اي صوصو أطي إلى مركز زمن كي خلافة سيدنا عمر بن الخطاب ايتمادو هذا واحد وي سيد عمر واحد الله أقول راعيانه waxa weeye amarka rasuulka la fartoomaya maxay ila hadiiski sax ah ay markuu nabu kaleey salaam alayhi arimo dhowr uu ka hadlayay maaratay aleekum bi sunnati wa sunnati al khulafa'i rashidina allu alayha bin nawajidi wa tawda rasuulka kaleey salaam sunnadeeda laasima iyo khulafa'u rashidin sunadooda oo wixii markaas ayaga baad rasuulillahi ay keenan oo markaas diinta asal ku leh oo sidaasa waa lagu raacayaa taasuna ma aanin ayaga gooni loo raacee amarka nabiga kaleey salaam ayaa lagu raacayaa maxay yeelay waxay ahaayeen caadilin ay ahaayeen rasuulka kaleey salaam wax bado sira oo ummadu aysan ka ogeyn ayuu ka ogaayeen waxaan soo qaadanaynaa oo kalantood xadiis laga wariyay umuna aaysha binti abi bakr siddiq sawjati rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam waxa laga wariyay aaysha waxay tiri خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثانية فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك حديث كان أبو بخاري مسلم أبي داود وريين ومن عائشة سي أيضنا ورين يسو وها ايتري خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من جوف الليل رسولك عليه الصلاة والسلام وأصابحي هبين أيو صابحي أيضو هبين كنحديس أي تايو هبين كمركاسي جوف الليل جوغو أيا رسولك عليه الصلاة والسلام وصابحي مركا markii rasuulku kaleey salaam uu soo baxay masjidka ayuu yimiday fa sallaa fil masjid masjidka ayuu ku dukaday
صلاة دان مركا وحوية وصلاة دي او مركا سنبو مديس او كبوريي او من قام رمضان ايمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه له مركا صلاة دانو وصلاة دي مركا سنبو عليه الصلاة والسلام ودكنا ايي وقتك او مركا سي بشي رمضان لغو جرو هدنا وحوية جوف الليل اي تايو هبين كده حديث اي تاي صلاة دي عشاء بعد كده اي تايو هبين حديث اي تاي ايا رسولك عليه الصلاه والسلام وصبحي مركاسو نبي عليه السلام مسجدك كدكدي هذا رسولك عليه الصلاه والسلام مركي او صبحه اما او صلاه دكناي اما ميل اده مر ولبا وحا وي رسولك كلغيس خالي ما نقونين وحا خالي او كو اجر كليا مركي غوريس او جوغو صلاهه او كدكنايو صلاهه سي ارماسنا وحا كوارم جيراي سدا بدن امراء عائشه ايا كادلي جرتي لكن مركان رسولك عليه الصلاه والسلام صلاه دكنايي او مركاس قيام رمضان اهدي رسولك عليه الصلاه والسلام مسجدك ايو ليميدي مركا وحي تير امراء عائشه رسولك عليه الصلاه والسلام مسجدك ايو كدكدي وصلى الرجال بصلاته نبي عليه الصلاه والسلام سلاديسي رغ ايا لا دكدي او نبي عليه الصلاه والسلام كديسدي رغ ايا كديسدا مركا او صلاة دي اوه الرئيسي نبي عليه الصلاة والسلام او مسجد كأولي مادو خقبا اركي نبي عليه الصلاة والسلام صلاة دي بي كحيرتين ارين تاس مركي نعضي هبين كي كوباد فاسبح الناس فتحدثوا اي تري دادك واو بريسين والا شاكيستي وحالو شاكيستان او حيتاي الا نبي عليه الصلاة والسلام اموريهيسة شيئا فشيئا ايالو لسعوناي ايادو اللا تطبعايو وحيابها الرسول عليه الصلاة والسلام خيرك أو كإيمان آية هي هدية النبي عليه الصلاة والسلام سيد الله إلى علي لهاي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وح النبي عليه الصلاة والسلام كسو فلاية أي آدي آد حريصين وهنود ذا البناين وح الوشة كي سنة مصر وحيتاي رسولك عليه الصلاة والسلام حري مسجد كأيوه مدي صلاة وكدو كذي ورور ما كقبتين شيء كذا سوي سيدا مركي نعضي قف والبوحور كله هبيد دمو صور نقونا ياه هكا هارين عضوكونا وعيتي رومنا عائشة فاجتمع أكثر منهم وها صو أروريو صو كل مايو هبين كي لباد مسجد كي يميدي ضد كبادن ضد كي هبين كوري يميدي إلا إن هبين كورا نبي عليه الصلاة والسلام لقم بور هينه عدك ور هاي سماء يسجرين لكن ضد كا نبي عليه الصلاة والسلام كده يصدي وهي آيين ضد أو مركاسي هالكاس كوافقي آيين marka habeenka labaad laakin waxa weey markii la sheekaystay dad ay soo diyaar garoobay fasalow maahu nabi kaleey salaam alayhi la dukadeen wa markaasii waxa weey waa habeenki labaad ay nabi la dukadeen saas markay dhacday fa asbaha naasu fatahadasu dadki waxa weey waa waabariseen waa sheekaysteen fa kasura ahlu almasjid min al-laylati al-thalithati wa ay tiri markaas umra aaysho ضدك مسجدك آدي آدي أطربت يعني ترى هبين كيس دحات إلا مر والبضدك ضد عورك سي جارية هبين كيس دحات مرك وحاب بطي ضدك مسجدك وصار وري فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وصاب حيتي فصلى واد كذي فصلوا بصلاتي سلاديس ضد أيا لد كذي ترى وهبين كي مرك أسيس دحات وي معناه صلوا القيام معه رسولك عليه الصلاة والسلام لأي صلاة لقمين في الليلة الثالثة هبينك أو حوية سدحات مركا هذا دي اللي سويديو نبي عليه الصلاة والسلام صبحتان كيسو مد حريرة ميو هاي ظاهر كسيدة أوكينا بس متفرقة وهاي وعشو الأواخر كي هذا سيدة حديث أبو ذر ونو إمادونا أشيغا سيدة ظاهر كهو موقتة رسولك عليه الصلاة والسلام نور كان هبين أو أفر تقاريسة oo nabii kaleey salaam salaam salaada masjidka uu ku soo dukaday xariir ay ahayn sida xadiiska daahirkiisu u sheegayo taas marka waxay ku tusinaysaa salaada oo salaatu taraawiixa ee rasuulka kaleey salaam salaam uu jideeyay ilaa waxa weey waa salaadi taraawiixdi waa uu salaadaas weey waa qiyaamu ramadaan weey salaatu taraawiix yaa loo jeeda rasuulka kaleey salaam salaam ayayna ka sugnatay jamaacana waa ay ku sugnatay laakiin jamaacadaasu mid shacaairteedu ay weynta ma aysan ahayn amar nabiga kaleey salaam salaam uu nabigu bixiyo jamaacaha laga dhigay oo dhahana ma aysan ahayn
لكن النبي عليه الصلاة والسلام إقرار أيوه كأقل هذا ذاتك أصحاب تيسا أيوه لدو كان أي رسولك عليه الصلاة والسلام هي لدو كان ما أصنهن مركا وحي تري سلاديسي يلا لدو كذي فلما كانت الليلة الرابعة هبينك أفراد مركي لقاري أجس المسجد عن أهله مسجدك ذاتك وكعاجسو ذاتك يا مسجدك خبط طبعا إلا قفوا البمركي أرنتو أي سي قارتو وإيمانا يا ومن كثرة المجتمعين لصلاة التراويح ضدك وحوية صلاة التراويح أصو أرورا أي مجتمع فربضان أحيوي لكن رسولك عليه الصلاة والسلام هبينك أفراد صلاة مبحن إلى صلاة الصبح وصبح صلاة النصوة صعد ومرا عائشة يسيك دونت مركي وحوية صلاة وصبح الصبح أيو أرنت أسكاها اللو إلي رسولك مركي وحي تيري أمرا عائشة ذاتك مسجدك واكا عاجس ومسجدك كبطين حتى خرج لصلاة الصبح مركا هذا حديث كحان سوق هذاني سد حبين النبي قال لدو كذا لكن هبينك أفراد نبو عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح ويمده لا لم يدو كانين حتى خرج لصلاة الصبح إلى صلاة الصبح نبو صبح هذه صلاة الصبح وصبحي فلما قال الفجر صلاة الصبح مركو نبو قتي أو صلاة الصبح أودو كذي أقبل على الناس ذاتك وسو قابلي سيدا عادي سأي هذي ذاتك أيو رسولك عليه الصلاة والسلام كسو هرجيستي سيدا عادي سأي هذي فتشهد نبو عليه الصلاة والسلام وتوحيد سذي ثم قال وحور أما بعد انت اسكدب فإنه لم يخف علي مكانكم وأولاي أنيقة درجة هي مقام كأذيذين إغا مقرصونا ضد عبادة جعل إناتين وائدين أغهي ضد دال بدن أو خير ككد دال إناتين وائدين أغهي ولكني خشيت أن تفترض عليكم لكن وحوية وحان عاوذين كوسو بحواي دورها بين مركة مادين أن اللسان كيغا وحلو جدين آيو هذا رسولك عليه السلام ومدي سؤون حريص بالناي وأتولى إلهي سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم مؤمنين تمد تريشة بذنون حريص بنو هاي مركة رسولك عليه السلام ما دام وقته وحل جديها يلجوه وهو كبغى رسولك عليه السلام صلاة إن ما رتي أمديس الغفر ليله مركة وحودة وحان كبغى إلا إذن كفر ليله وفتعجزوا عنا أدك عاجزين وقت النبي عليه الصلاة والسلام دتك جوجيو أصحاب النبي النهي عليه الصلاة والسلام دتك أسود دت عاجز هايم أهين دت عبادة مركزه لو قبيه هاين دت أود بدن إلهي أسي عبادة هاين لكن هاد أرنتاس دتك أوائل كوي مركزه لو فر لي علي أنا جوسي من كان جوجنو عاجزين أنا فر لي نقول نقول هذا صلاة عادية هي بدو كان لك وايو بعض النجمين أيام بشان تصلى ضد وكري لأي هاي مركا عدد تاسو حي أهال هذي أهرين خطرت هذا لحي هذي رسول كان هذا اللسان كيسا إلهي وحكو جدين هاي مركا سو نبو حوله عليه الصلاة والسلام ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها وحان كبغ يور رسولك عليه الصلاة والسلام إلا إذن كفر ليلو ومركا أتكع عاجستان تاسان كبغ يوره ويتي رمنا عائشة فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك نبي عليه الصلاة والسلام ما الله أفسدي أيضا أرنتو سيدي أي تاي أو صلاة دناء ليس كفر ليلين إسلام مركاسنا وحوية جماعة أو مركاس نبي هلود كذا أوليها أي سنجرين لكن وحا ماشا كعد رسولك عليه الصلاة والسلام إنو دو كذا إن جمع الود كذا جمع أسنا رسولك عليه الصلاة والسلام أورهالي كأهاي أيا ماشا كعد ماشا مركاس هذا نوع ما دونت و سيدنا عمر بن الخطاب و كقادن ايو هل كاس وي مر هدي نبي عليه الصلاه والسلام اقرار لغا هايو ان مركاسي عقاب او هبين اه او سمايو اسو وحبو هبيي مويانا مركا وح غار هو جيده مجلس سيد عمر هدي وانا مارته كي لو دينايو ان لو ديدو رسولك عليه الصلاه والسلام امديس او امري ايو اهاي هدي وا لغا بخاي وقتي وح ليس كفر لي الى هدي رسولك الهي اوفسدي كبعدي وح فر لا او عيد لو سو دجاي مجرت مرك مناسب وحان نقطي إن صلاتي وحوي جماعة الود كذا أو نظام لقد لقى أو شعائر تلحوجيو إن أي مركز أريد تاس أي تماذو مركز أي مناسب نقطي رسولك عليه الصلاة والسلام مركز
حالداس ايدو لجوغو او ارنتو ساس اي تاي ايه تيرو منا عائشة نبي عليه السلام سيداس ايو كتغي مركا نبو هادو ساس كتغي ارنتو واسيس عنايسا واسيس عنايسا الى مركا يسي لقارو ان صلاة التراويح ان مركا يسي جماعة لقدو كدو عدد كيدا ايو حياباس ند دروسينا سو سعطا ايان وغا هلينا لكن هذا الدرس جيني او قيام رمضان اوهر هي انت سايونو اجي هاي هذا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.